ورحمة الله وبركاته. زي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير ومعانا فيديو جديد وخبر جديد. بس يا ريت قبل ما نبدا خبرنا ننساش نعمل لايك نشترك في القناه، وقبل ده كله نصلي على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. خبرنا النهارده بيتكلم عن المغني اللبناني سعد رمضان وهو بيدوي الحلوى الجزائريه، وهو متواجد في الجزائر وكمان بيتكلم باللغه باللهجه الجزائريه وان هي حلوه بالذات وبنيه تقريبا او حاجه زي كده. يعني انا فهمت ان هي حلوه جدا جدا الحلوى اللي هو اكلها، وقال ان رمضان من غيرها ما ينفعش. سعد خذ الجوز مطبل قلب اللوز. رمضان بلا قلب اللوز ما كانش منها. صح. دوق دوق. وش رايك؟ بنين. بنينة. شحال بزاف بنينة. صحتك. راح الدايت. صحة معنا. صحتك خلاص. هي الكل بيشهد فعلا للحلويات الجزائرية، ومش الحلويات بس ولكن كمان كل الأكل الجزائري. المطبخ الجزائري موفق وبياخد ترتيبات يعني عالميا وعربيا كمان. دائما يا رب التوفيق، من توفيق لتوفيق ومن نجاح لنجاح للمطبخ الجزائري، ويكون نصر ان شاء الله للمرأة الجزائرية لان هي طبعا هي اللي بتطبخ. شوف حضراتكم على ألف خير في فيديو جديد وخبر جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.